شوف أخ داود، مرحلة الإعداد قصيرة جدا للزوراء، للدوري المحلي هي مكافية. تدري أنا قريب منهم، حتى وإن ما أكون موجود بالنادي، بس تعرف المدربين واللاعبين وحتى الجمهور المثقف يتواصلون وياي بالسلام وهذا، وأعرف عن هذا الموضوع. الفترة الزمنية لمدرب جاي جديد ما ممكن أن تكون كافية، بحدود 20 يوم أن يعد فريق لبطولة خارجية ما عنده. هو أصلاً هذا الإعداد للدوري المحلي هو مو صحيح. الفترة يعني أقل، نعرفها بعلم كرة القدم، أقل فترة إعداد هي 45 يوم إعداد عام وخاص، وتدخل من ثم الفترة المباراة التجريبية إلى أن توصل لها. المدرب ما صار لعشرين يوم جاي، أجوية مجموعة من اللاعبين جديد. فهذا الموضوع ابدا انا مدى ابرر، بس حتى اطل المقدمه بعدين اقدر اتكلم بجوانب اخرى. فاللي شفناه اليوم، كل من فهمان كره القدم يعرف انه هذا الوضع طبيعي جدا للزوراء. بعدين المشكله الرئيسيه انه انا اعرف انه حكوا لي على هذا المدرب انه شخصيته جدا قويه، فارضها على اللاعبين، وحداته التدريبيه، يقود الوحده التدريبيه بشكل عالي، ممرن جيد. لكن اليوم كان الاختبار له انه هل يعني ايضا هو مدرب جيد في قياده المباراه وظروف المباراه. المؤشر يقول لا. المساله الاخرى اللي يعاب بها المدرب، قد ما قلنا عليه انه هو شخصيته قويه ومدرب جيد ويجيد الوحدات التدريبيه يقودها بشكل جيد، لكن المحترفين يتحملها هو، لانه محترفي الزوراء من اختياره، ومحترفي الزوراء انا عندي معلومه قبل هذا. يعني البارحة كنت واحد من الجمهور المثقف اللي يقعد بالملعب قال لي ولا محترف من اللي يجوي ممكن راح يسوون فارق بالزوراء. قلت له معقولة؟ ستة. قال ستة مدح باللاعب رقم 18 اللي اليوم ما بين، اللي يلعب مهاجم عمق، قال هذا أفضلهم. لكن اليوم مشكلة،